مساء عليكم، معك خبيرة التجميل فوفا فهمي، خبرة أكتر من 15 سنة في مجال التجميل. أتمنى إن الموضوع النهاردة يكون مهم عندكم. النهاردة هنتكلم على أنواع مسام الشعر وإزاي نعرف أنواع شعرنا عشان نعرف نتعامل معاها كويس. جاتلي أسئلة كتير من الفيديو اللي فات على أنواع الزيوت وأنهي زيوت اللي تنفع مع الشعراية. في حاجتين ينفع نعرف منهم مسام الشعر، في اختبار المية، ده في ناس كتير بتشكر فيه وفي ناس برضو ضد الفكرة دي. احنا بنجيب كوباية مية، تظهر الصورة دلوقتي عندكم على الشاشة، وبناخد شعراية. لازم الشعراية تبقى صحية، يعني مينفعش شعراية متساقطة، مينفعش شعراية من المشط. وبعد كده بنجيب الشعراية، بنجيب اي شعراية من شعرنا وبنقصها بالمقص وبنحطها في المية، بنجيب مية فترة. اوكي، وبعد كده هنلاقي الشعراية، لو الشعراية فضلت فوق يبقى كده الشعر ضيق المسام، لو الشعراية فضلت في النص يبقى متوسط المسام، الشعرية لو تحت خالص يبقى عالي المسام. عشان الاختبار ده ينجح معانا لازم يبقى فيه اكتر من حاجة تعمليها، لازم الشعرية تبقى مغسولة كويس جدا بالشامبو. الشامبو هنقول برضو على انواع الشامبو اللي ماشية مع الشعر. اوكي، تاني حاجة ان الشعرية تبقى نظيفة زي ما قلنا، والشعرية ما يتحطش عليها اي حاجة ولا حتى بلسم، يبقى مغسولة شامبو بس. تاني حاجة نسيب الشعرية تبقى جافة، ما ينفعش انها تبقى مبلولة، ما ينفعش انها تبقى مدهونة اي مادة دهنية، ما ينفعش انها تبقى معمولة بروتين كرياتين وتحط عليها ليف ان، اي حاجات دي بتخلي الاختبار ده ما يطلعش نتيجته 100%. تمام، في خلال ربع ساعة الشعرية بتبدأ بتتحدد المسام بتاعتها. في الغالب الشعرية منخفضة المسام او ضيقة المسام بتفضل في السطح لمدة ربع ساعة، بعد نص ساعة بتلاقي الشعرية بدأت تنزل في النص كده. بعد ساعة بالكتير جدا انتي بتسيبي الشعرية في الكوباية، كل المدة دي بتلاقيها نزلت تحت، وده غالبا لما بيحصل، يعني هو في حدود نص ساعة ساعة الا ربع بيبان الاختبار. دي حاجة. الحاجة التانية انواع بقى الشعر، هنقول دلوقتي انواع كل شعر وانتي تعرفي شعرك نوع ايه. لازم تعرفي شعرك نوع ايه عشان تعرفي تتعاملي معاه، عشان تعرفي تستخدمي المواد الكويسة اللي تحسسك بالترطيب، اللي تقلل الجفاف، اللي تعمل على النعومة وتديكي لمعان وتديكي شعر صحي، عشان الشعراية تبدا تطول لو انت عايزه تطوليها، تبدا تبقى كثيفه لو انت عايزه تكثفيها، لو في اي فراغات في الشعر تبداي تعالجيها. لازم الحاجات دي كلها تبقي عارفه الاول نوع شعرك ايه عشان تعرفي تعالجيها صح. اول حاجه هنتكلم عليها الشعر اللي مسامه منخفضه، ده بيبقى صعب قوي ان هو يمتص حاجه، وصعب ان هو الحاجه اللي امتصها تطلع من الشعرايه، يعني بيبقى صعب الامتصاص والفقد، او يعني ان هو يطلع الفيتامينات من الشعرايه. دي اول حاجة هتلاقيها لما بتحطي اي حاجة او لما بتحطي اي منتج على شعرك، بتحسي ان انت لما بتيجي تشطفيه ما بتحسيش بفرق قوي، بيبقى جاف شوية، ناشف شوية، مش يعني الجفاف بتاعه مش قوي قوي، حتى لما بتيجي تحطي عليه مية مش بسهولة ان هو يمتص المية. الشعرية ما بتنشفش بسهولة، يعني بعد ما تاخدي الشاور بتاعك بتلاقي الشعرية خدت وقت كبير قوي قوي قبل ما تبقى جافة او تبقى عادية من غير ما تبقى مبلولة. يعني حمام الزيت اللي ينفع مع الشعرية دي لازم يبقى لازم حمام زيت خفيف جدا، من افضل حمامات الزيت اللي تنفع معاه زيت اللوز، زيت الجوجوبا، زيت بذور العنب، دي حلوة جدا جدا معاه. وانا بقول زيت الجرجير، يعني انا شايفه ان زيت الجرجير مش قوي جدا وبيفيد جدا الشعرايه دي. تمام، الزيوت دي بتبقى خفيفه، بتبقى حلوه جدا جدا على الشعرايه. لازم وانت بتحطيها يبقى في تدليك مستمر عشان خاطر الشعرايه تمتصها. زي ما احنا قلنا قبل كده بنقسم الشعر نصين وبنبدا ندلك ببطن الضافر، عشان الضافر ما تجرحش راسنا او ما تجرحش البصيلات او ما تجرحش الفروه، هتفر كلهم معنا واحد. وبعد كده بتبداي تدلكي عكس عقارب الساعه، بعد كده بتمسكي الشعر من تحت تقعدي تدلكيه كده، عشان لو الناس دي، معلش انا بعيد المعلومه عشان لو حد اول مره يشوف الفيديو عندي، تبداي تعملي كده. وبعد كده بتبداي تلفيه، لا اما بتقلبي شعرك وتبداي تدلكي عكس. اوكي، وبعد كده بتلمي الشعر كحكه في مقدمه الراس، لا اما بتعملي طاقيه. وبنسيب الزيت على الشعر حوالي نص ساعة او ساعة، لازم الزيت يتدفى، ده لازم مع الشعراية اللي احنا بنتكلم عليها منخفضة المسام، لازم الزيت يبقى دافي، ما يسخنش، ما يتغليش، يعني دافي شوية بنحطه لما في الميكرويف حوالي 10 ثواني. لما لو ما عندكش ميكرويف بتجيبي طبق مية، حلة صغيرة فيها مية سخنة،
اوكي، وبتحطي الزيت لغايه ما تحسي ان هو يبقى دافي، يبقى زي دمعه العين كده زي ما بيقولوا. وبعد كده يفضل ان انتي تعرضي الشعرايه لبخار او هواء سخن، لا اما لو عندك استشوار بيبقى الهواء بتاعه مش سخن قوي بيتحركيه على الشعرايه، يا اما زي ما قلت برضو في فيديو قبل كده بتشغلي الكاتل وبتسيبيه يغلي، وبعد كده بتشيلي الغطا وتحاولي تعرضي الفروه بتاعتك وشعرك كله للسخونيه عشان المسام بتاعته تتفتح، لان احنا قلنا الشعر ده ما بيمتصش بسهوله. فبعد كده بيبدا ان هو بقى المسام بتاعته تتفتح فيبدا يمتص الزيوت اللي احنا حطيناها. لازم يتلف بحاجه حراريه، فويل بقى، عندك الاسترتش بتاع الطعام، تحطي بونيه وتعرضيه لحاجه سخنه، لازم كل الحاجات دي عشان تديكي نتيجه فعلا ترضيكي. وبيفضل الترطيب جوه الشعرايه. لما نيجي نغسل الشعرايه سوري لما نيجي نغسل الشعرايه لازم الميه تبقى فاتره، ما ينفعش الميه تبقى سخنه عشان ما يفتحش المسام تاني مع الميه السخنه ونفقد الفيتامينات اللي احنا حطيناها في الشعرايه اللي هي اصلا بتمتص الفيتامينات بصعوبه. دي حاجه. الحاجه التانية لما نيجي نستخدم البلسم ما ينفعش ان هو يبقى فيه اي نوع من انواع البروتينات، يفضل البلسم والشامبو نفس القصه، يبقى بالعسل او بسم الله الرحمن الرحيم او الجليسرين. كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا مع نتيجه شعرك، وهتلاقي شعرك اتحسن كتير، التقصيف اتشال، الهيشان اتقل، كل الكلام ده مفيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الماسكات التقيلة زي الزبادي، زي زبدة الشيا، زي زيت جوز الهند، زي الحاجات دي كلها ما ينفعش مع الشعراية ديت. لما تيجي تحطي البلسم لازم تسيبيه فترة، ما ينفعش انتي تحطيه وتشطفيه على طول، مش هتحسي بفرق، لان احنا قلنا الشعراية دي ما بتمتصش بسهولة. لازم تسيب البلسم من 10 دقايق ل 15 دقيقة على قد ما تقدري. لازم يتسلك الشعرايه وانتي حاطه البلسم عشان تبداي تجددي الدوره الدمويه وتحاولي الشعرايه برضو تمتص الرطوبه بتاعه البلسم. ولما تيجي تشطفيه شطف بالراحه خالص كانك بتعملي بيبي صغير، بالراحه خالص تبداي تعملي فيه كده، واللي هو ايه تدليك خفيف قوي قوي للفروه عشان خاطر ايه تبداي تشيلي البلسم منه. لما تطلعي من الشاور ده يمشي مع، يعني اللي انا هقوله دلوقتي عشان ما اقعدش اعيده في الفيديو كتير، يمشي مع 3 انواع الشعر. لازم نجفف الشعر يا جماعه زي ما انا قلت قبل كده بتيشيرت قطن، ما ينفعش فوطه، الفوطه بتخلي الكهرباء بتاعه الشعرايه تزيد فبيخلي الشعر تتقصف اكتر، وتجففيه بالراحه خالص اكنك بتطبطبي عليه، بتجيبي شعرايه وبتلفي التيشيرت ده على شعرك، تبداي تعملي كده في الجذور، وبعد كده الشعر على حسب بقى طوله بتبداي تطبطبي عليه اللي هو تعمليه كده، وتسيبي مثلا الفوطه عليه شويه. وبعد كده يفضل طبعا مع الشعرايه دي ان انتي ما تجففهاش خالص بالحراره، ولو هتعملي استشوار يبقى قليل جدا، هتعملي بيبيليس يبقى قليل جدا جدا، يعني حاولي تعتني بيها، هتديكي فعلا شعرايه ممتازه. ده كده الشعرايه منخفضه المسام. ندخل في الشعرايه متوسطه المسام، دي معظم الوقت بتبقى فيها لمعه لو الشعرايه طبيعيه مش محطوط عليها حاجه، او الشعرايه مش معمول لها بروتين او اي حاجه من الحاجات دي. دي من اكتر الشعرات، نوع الشعر اللي بتبقى طبيعيه وصحيه مع شويه اهتمام بتلاقيها حلوه جدا وطبيعيه وجذابه جدا جدا معاكي، بتلقط الصبغه بسهوله جدا، اللون بيفضل فيها كتير، الشعرايه بتنشف نوعا ما بسرعه، ما بتقعدش فيها، ما بتقعدش رطبه كتير. الزيوت اللي تنفع معاها زيت الارجان حلو جدا، الحمد لله انا شعرايتي من النوع ده تحفه، زيت الارجان من اكتر الزيوت يا جماعه اللي انا استخدمتها، بجد مش دعايه والله للشركه، بس بجد النوع ده هو مستورد، هو جاي لي من تركيا بس في ناس قالت لي ان هو عندهم في المغرب كتير، ممتاز ممتاز تحفه، حلو جدا جدا. احنا قلنا زيت الارجان للشعرايه متوسطه المسام حلو جدا جدا، زيت اللوز الحلو حلو جدا جدا، زيت الزيتون حلو جدا جدا. انا بقى عامله خلطه ان انا مجمعه 3 زيوت اللي تنفعني في ازازه زيت الارجان دي، كانت معظمها زيت ارجان، وانا حاطه حوالي 10 ملي زيت لوز حلو وحوالي 10 ملي زيت زيتون. الاحسن ان انت تحطيهم الثلاثه مع بعض، بس انا بصراحه ترتيب زيت الارجان معايا حلو جدا فزودته، النتيجه بجد ممتازه. يا اما بعمله حمام زيت، يا اما بعمله زي دهان كده قبل الشاور على اطراف الشعر، بس انا ما بحبش احط زيوت على الجذور، ما بفضلهاش غير مع الشعر ضيق المسام سواء متوسط المسام او عالي المسام، ما يفضلش ان انت حتى لو هتعملي حمام زيت
ان انتي تحطيه على الجذور، تمام؟ الفرد والحرارة، أشعة الشمس، خاصة الناس اللي بتعرض لشمس كتير، الأشعة فوق البنفسجية مش حلو جدا مع الشعراية دي، لأن انتي شعرك ممكن يبقى كويس جدا والمسام بتاعته متوسطة، مع الإهمال أو مع استخدام منتجات مش مناسبة ليكي بتقلبي الشعراية، سواء منخفضة المسام تبقى جافة أكتر أو بايظة أكتر، أو عالية المسام فتفقد الفيتامينات أكتر، تمام؟ احنا كده خلصنا تاني نوع اللي هو متوسط المسام. ندخل بقى في أصعب نوع اللي هو الشعر عالي المسام، ده بيمتص الفيتامينات بسرعة جدا بس للأسف بيفقدها بسرعة جدا. الزيوت والكريمات أو حتى المية بيمتصها بسرعة جدا جدا، يعني تلاقي الشعر من أقل كمية مية فلت فيه. ممكن نستخدم بقى الحاجات اللي تنفع معاها، زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت السمسم، زيت الشيا، زيت جوز الهند، بسم الله الرحمن الرحيم، جل الألوفيرا حلو جدا برضو معاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الخصائص بتاعت الشعرية دي ان هو يبقى ناشف جدا، جاف جف جدا جدا معظم الوقت مهما حطيتي له ترطيب، بيبقى هايش معظم الوقت، وللأسف الناس اللي بيبقى شعرها هايش معظم الوقت بتعمل بتستخدم حرارة كتير فبتبوظه اكتر، بيتكسر بسرعة جدا، تلاقيه بيتقصف بسرعة، يعني الشعرية بتتكسر غير انها بتتقصف، غير ان هي بيبقى فيه تساقط عالي. الشعرية دي، الزيوت دي كلها وخاصة زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الخردل، زيت الخردل ده نوع كويس، الحاجات اللي استخدمتها كويسة، زيت بذر الكتان برضو ينفع مع الشعرية دي، يبقى حلو قوي قوي. لازم نسيبه على الشعرية فترة، يا ريت يبقى اكتر من ربع ساعة. ممكن الليف ان او البلسم نحط معاه نوع من انواع الزيوت دي عشان خاطر، بس اهم حاجة طبعا ان المنتجات اللي احنا بنستخدمها مبقاش فيها ولا سلفات ولا سيليكون ولا برابين، لان الحاجات دي بتنشف الشعر جدا والشعرية ما بتبقاش مستحملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الناس اللي عندها قشرة ممكن تحط 10 نقط من زيت شجرة الشاي، ممتاز ممتاز في حل القشرة، لو عايزين نعمل لكم عنه حلقة لان هو فوائده لا حصر لها، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ممتاز جدا جدا. برضو بتحطي 10 نقط في الشامبو، 10 نقط في الليف ان، الليف ان ده اللي هو البلسم بيتصب على الشعراية ما بيتشطفش، وممكن كمان تستخدمي في الشاور بلسم تاني بيبقى بيتشطف عشان خاطر تزودي الترطيب، لان احنا زي ما قلنا الشعرية دي ما بتترطبش بسهولة. يبقى البلسم والشامبو فيه بروتين او بزبدة الشيا او بزيت او زيت جوز الهند، الحاجات دي كلها بتبقى نتيجته حلوة وبيسيب شوية ترطيب لان هو مش بالسهل ان هو يترطب. لو بتستخدمي استشوار او بيبيليس او اي حرارة للشعرية، حاولي تحطي اي سيرم واقي للحرارة، ده هيفرق معاكي جدا وهيخلي الشعرية برضو الجفاف بتاعها يقل كتير. بعيدي عن التجفيف العنيف زي ما احنا قلنا، الغسيل زي ما احنا قلنا، معلش يا جماعة لو بكرر الكلام حقك عليا، يبقى عشان في ناس بتجري الفيديو، يبقى باطن الغسيل يبقى باطن الضافر مش بالضافر، باطن الصوابع. التجفيف يبقى بالراحة جدا لان الشعرة دي اصلا بتتقطع بسهولة جدا، هي بتتلكج عشان تتقطع، نطبطب بالتيشيرت القطن او اي حاجة القطن اللي احنا بنستخدمها. لازم في غسيل الشعر تبعدي عن المياه السخنه، وخاصه مع الشعريه دي، يعني يفضل في الثلاث انواع ان انت ما تستخدميش مياه سخنه، بس مع الشعريه دي بالذات لان هي بتبقى جافه جدا ما تستخدميش مياه سخنه نهائي، حاولي المياه تبقى فاتحه لقد ما تقدري. لازم عشان المياه السخنه اصلا بتنشف الشعر زياده. اي اسئله تانية للشعر اتمنى ان انتوا تبعتيها لي في الكومنتات، واتمنى ان انا اكون فدتكم جدا، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.